وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفتوى هي الإخبار عن خاص لا ترافع فيه، فهي مختصة بالظرف الذي جاء السؤال عنه. والشيخ باح حفظه الله إنما سئل عن واقع معين يقع فيه الاختلاط المذموم وتفسد فيه أخلاق الفتيات ولا راعي لهن في ذلك الظرف، ولا شك أن ما قاله صحيح وأن الحرمة بينة في مثل ذلك. فالبنات أمانة لدى الآباء والأزواج إذا كانت متزوجة، ولا يحل التفريط في الأمانة. وكثير من المدارس المختلطة هي وكر من أوكار الرذيلة، ويتعلم فيها فساد الأخلاق وفساد الديانة، وفي كثير من الأحيان أيضا ليس فيها رعاية ولا عناية، فهي بيئة فاسدة مفسدة توفر الظروف الاجتماع الأجانب واتباع الهواء. ولذلك إذا كانت البيئة كذلك فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وليست هذه الفتوى منشئة حكما جديدا ولا اجتهادا جديدا، وإنما هو هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم في كل العصور وفي كل الأمصار وفي كل المذاهب، لا خلاف في هذا بين المسلمين. لكن ليس هذا الحال منطبقا على كل المدارس. بعض المدارس مثلا إدارتها ومدرسوها وظروف أهلها والواقع التي هي فيه مختلف، فلا يقع فيها الاختلاط المذموم الذي هو التقارب بين إجساد الرجال وإجساد النساء الأجانب، بل للنساء جانب في الفصل وللرجال جانب، والأساتذة محترمون ولا يقبلون أبدا وقوع المناكر والمحرمات بين أظهرهم. والمدرسة تعتني بالنهي عن المنكر وتغييره إدارة وأساتذة، والبيئة مساعدة على ذلك، فحينئذ الواقع مختلف تماما والحكم مختلف تبعا لذلك. ولهذا فالأصل في في دراسة البنات أن تكون منفصلة، أن ينفصل البنات عن الأولاد، وبالأخص في السنوات التي يتكون فيها حياء البنت وتكون فيها عرضة للطيش وذلك في وقت المراهقة. فإذا كانت البنت في حدود 10 سنوات إلى 17 سنة أو 16 سنة، هذه الفترة فترة تكون الشخصية، وهي التي تتعلم فيها الحياة وتتعلم فيها أحكام الدين. هذه الفترة أنا لا أنصح بإدخال البنات فيها في المدارس المختلطة أبدا. وما قبلها وما بعدها إذا كانت المدارس نظيفة وفيها من يعتني بتغيير المنكر والمنع منه، وأهل البنت يراقبونها والمجتمع أيضا له أثر في ذلك، فحينئذ لا حرج ولا تنطبق الفتوى على هذا، ولا يقصدها الشيخ باح حفظه الله. فلا بد من بيان هذا ونشره، وبيان أن الفتوى دائما تنزل في مكانها، فإذا جاءك سؤال فأجبت عنه فالجواب منطبق على الصورة التي بينت في السؤال، ولا يتعدى ذلك إلى غيرها. الله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.